الله معكم بزمن الفتن والفتنة. بتجي فضيلة الفطنة يلي هي بتحضر العقل البشري لحتى يميز بين الخير والشر والحق والباطل. الفطنة بتقول عنها الكنيسة الكاثوليكية إنها هي فضيلة إنسانية محورية مهمة كتير لحتى من خلالها نقدر نعبر لربنا عن محبتنا وعن إيماننا، ولحتى نسعى نحو القداسة ونخطي خطوة جديدة نحو الكمال الإنساني بدرجة أولى، لأنها هي فضيلة إنسانية. الفطنة بيقول عنها القديس أغسطينوس العظيم إنها هي حب يميز بين الضار والنافع. هالفطنة هيدي بتخلينا نستدرك الأمور ونستبقها قبل ما نستلحقها، لأنه استدراك الأمور أفضل من استلحقها. هالفطنة هيدي بتنور العقل لحتى ياخد القرار الصحيح. الفطنة هي اللي بتحرس الحدود مع الآخرين، هي حرس حدود. هالفضيلة هيدي مهمة جداً، لأنه أفضل أنه نكون عم نمشي مثل الزلحفة بالطريق الصح من أنه نركض مثل الغزال بالطريق الغلط. والفضيلة الثانية يلي بتحكينا عنها الكنيسة وهي فضيلة إنسانية محورية بحياة الإنسان المسيحي هي فضيلة العدل. وما أدراك ما العدل؟ قالوا عنه من زمان أنه هو أساس الملك. اللي بده يحكم بده يكون عادل، ما بس بده يكون عادل، بده يكون حكيم. الحكمة لمن يحكم، واللي ما عنده حكمة ما لازم يحكم. العدل حبيب الحق ونصير الحق وصديق الحق. كانوا يقولوا الرومان إنه القانون هو القانون، يعني القانون قاسي والقانون حرفي لازم يتطبق مثل ما هو. هيدي عند الرومان. والناس اليوم بمجتمعنا مش عطول بيحكموا بالعدل، لأنه بيكونوا حرفيين، بيكونوا حاملين سيف الحق القاطع وماشيين، وما في رحمة وما في محبة. مش عم نقول إنه ما لازم ينحكم بالعدل، ولكن هذا العدل بده يكون مقرون كمان بالمحبة، لأنه أحياناً عدل الناس بيكون بارد. كان يقول جبران بكتاب المواكب إن عدل الناس ثلج إن رأته الشمس ذاب. أما المسيحي فبده يكون عادل تجاه الآخرين، يعني يحترم لهم حقوقهم ويحب الحق، ويكون عادل تجاه الله. والعدل تجاه الله هو فضيلة العبادة. إذا بدك تكون مسيحي بدك تحب، وبدك تكون فطن، وبدك تكون عادل، وبدك تكون قديس. أمين.